الحال الأخير. تاريخية جديدة جميل كبير جديد اللي شتوكا حد السوالم هادو كلهم يعني عندنا معاهم تاليف وعندنا معاهم بزاف ديال الطرائف يعني كنا في الوقت اللي كان المرحوم سعيد عفيفي واليوم كان نحيو عمل فني مسرحي في قاعة عفيفي الله يرحمه. هنا كان عفيفي كيدير مسرحيات مع ورشة مع الناس الجديدة القدام ايام الهوات ايام المحترفين كذلك اسم محمد درهم اسم محمد بن ابراهيم. المهم التاريخ يعيد نفسه. هنا كان عاود نجيو بهذا العمل اللي هو المقال الاخير عن قصة الوان الدين للدكتور عبد الرحمن بن زيدان. بالنسبة لي انا يا الدراماتورجي هي كتابة مسرحية على نص باللغة العربية كنحاولوه باللغة أو اللهجة العامية مع مجموعة ديال الممثلين الأكفاء سعاد خولي نجوم الزهراء عبد الربيه. ولكن كيبقى اللقاء الحميمي هو أننا خلقنا واحد المسرح من نوع تجريبي في لقاء مع الجمهور ديال المسرح اللي هو مدينة الجديدة. معروف الجمهور ديال الجديدة بأنه كان في واحد الوقت اللي هو العطاءات في السبعينات في الثمانينات كان عنده وجود وكان عنده حضور قوي جدا. العمل اللي كنت باغي نتقاسم معاه هو لوكاريكا تياتر هو نوع جديد ما بين الرسم والممثل. الممثل عبر الاكسبريسيون كوربوريل يعني التعبير الجسدي ديالو، ولكن الرسومات هي تكميله للمشهد بحيث اننا نستغني عن الديكور الثقيل وعن العود عن الخشب عن الحديد عن الميكا عن البلاستيك عن الخيش لاطوال دو جو كذا كذا، ولكن كيبقى دائما من خلال الصوره المتخيل او المتلقي او المشاهد هو كيزيد يجتهد وكيكمل الصوره عبر الاحداث اللي كتدور عبر المشاهد. بالنسبه للمسرحيه هي تحكي عن قضايا اللي هي معاشه الان، وهو ان الانسان اصبح يخرج الى الشارع ليدافع عن حقه، ليدافع عن الاسعار، غلاء الاسعار، المعيشه، السكن، التعليم، الطب وكذا الى اخره. هذه بزاف ديال الاشياء في العالم كامل كما نشاهد الان على الساحه السياسيه، هناك فرنسا، هناك تشيلي، هناك المكسيك، هناك الان ما يجري في السودان. هذه اشياء اللي كنشوفوها يوميا، ولكن كنبقاو عبر واحد جوج الحوايج. واش الصحفي ما يديرش خدمته؟ واش ما يتبعش المواطن ويعبر عن رايه؟ ويلا عبر المواطن عن رايه عن طريق اعلان الصحفي نعتقلوا الصحفي. هذا ماشي يعني خصنا هاد المسائل المحاكمه ديال هاد جوج الناس. هاد جوج الناس تيدوا على حقهم، وفين هي حقوق الانسان؟ فين هي كذا؟ هذا هو السؤال الضخم الكبير اللي كطرحوا هاد المسرحيه. يعني الشفافيه والوضوح وكذا، هناك اختلاسات، هناك استبداد، هناك استغلال، هناك واحد العدد ديال الاشياء اللي كتعالج هذه المسرحيه من خلال نداء، وهو انظروا بعين الرحمه لهذا الرجل او المراه البؤساء الضعفاء المقهورين المنبوذين. فهذا هو الهدف الاسمى والارقى لهذه المسرحيه المقال الاخير. وشكرا. استاذ شفنا كبرتي لنا على الشاشه المغربيه، شنو السبب؟ كان صوم في رمضان ما كنمثلش في رمضان. الجديد هو ان كاين مسرحيه مع الدكتور حسن نجمي حاجتي فكريني، وهي حاجتي فكريني عندها علاقه بالتكوالا عبدا الى اخره، اللي احنا دائما كنلقاو في التراث، ولكن دائما كنمشيو لواحد الاتجاه اللي هو الرساله. الرسالة السامية للمسرح هي أننا نوصل واحد النداء عبر الفرجة، عبر المتعة، عبر المشاهدة، عبر الموسيقى. شكرا للطاقم التقني والطاقم الفني، شكرا لكم على الحضور، وشكرا.
كل عام وانتم بألف خير. شكرا. مساء الخير، رمضان كريم وعيد مبارك قريبا ان شاء الله. احنا في اطار جوله مسرحيه بمسرحيه المقهى الاخير، ومن حقنا ان نجي نعرضوا في مسرح عفيفي بعد الاعاده ديالو والتمويل ديالو. شيء جميل كيفرح ان يكون في جديده مسرح بحال هذا يحمي اسم اسم المرحوم سعيد عفيفي. اذا المسرحيه راكم شفتوها، مسرحيه في زمن ما، في تاريخ ما، في زمن حديث، في مستقبل، يعني كتهضر على مشاكل الناس، كتهضر على هموم الناس، كتهضر على ارتباط المسؤولين بالكراسي وشغفهم بالكراسي ونسيانهم ان كاينين يعني ناس كاين وجود ديالهم. وكنظن اننا طرقنا لجوانب مهمه وجوانب عديده، وان الموضوع خاص الناس وتفاعلوا معاه، ومهمتنا كفنانين او كمثقفين اننا تكون عندنا رسائل، تمرير رسائل، وتنظن هذه هي رساله الفنان. يعني النقطه اللي جبت الناس هي العلاقه بين المواطن والصحافي، يعني حاولت انك تدمجيها في موضوع واحد. والصحافه راه يمكن تنظن هي لساننا، لان الاعلام او الفن او الثقافه تيكون لسان المواطن، لان المواطن ما عندوش داك الاسلحه باش يهضر، باش يواجه، كيفهم، كيعاني، ولكن كاين الناس لان اللي خصهم ياخذوا هاد المشعل ويخلوا يهضروا. واخا الاولويه ديالك على الشاشه المغربيه؟ ما خدتش، لان في هذا رمضان عندي مسلسل كاين باقي، كي الحلقات الاخيره غادي تكون مورا رمضان ان شاء الله. والمسلسل لقى تجاوب كبير من الناس وتفاعلوا معه الناس. وعموما رمضان هذا العام او العام السنوات اللي فاتت، يعني هاد 10 سنوات الاخيره، الدراما المغربيه في تطور، مسلسلات جميله جدا، لا سيناريو لا اخراج لا اداء لا تقنيات ولا انتاج. اذا ما نكونوا الا فخورين سواء شاركنا او ما شاركناش، لان اللي كيهم ان الفن او مستوى الدراما عندنا يرتفع ويكون يعني متطور مستمر مواكب لما يحدث. الجديد ديالك استاذ؟ عندي ان شاء الله بعد رمضان غندخل مسلسل جديد، وتا هو موضوع جميل، وان شاء الله كنتمنى انني توفقت فيه. كلمه اخيره للجمهور ديالك؟ كنبغيهم، ودائما كنحاول ان مسيرتي تكون يعني ايجابيه وترقى لمستواهم، وكنقول لهم كنبغيكم وكما كما كيبغوني كنبغيهم. شكرا. العفو العفو.